مرمى ساطي عبد الناصر، ولذلك الركله الركنيه لدى فهد واد. يلعب كره عاليه راسيه من مين؟ مرت وصلت عند مامو ياسين، وبعد محاولات يصل الشمال لمرمى الملك القطراوي. ياسين بامو 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 يعطي التقدم للشمال، وتنجح المحاولات بعد أكثر من ركنية وأكثر من كرة. يا سارية ياسين بامو جاد عكس الاتجاه لتصل وتعانق مرمى ساطي عبد الناصر، هدفا اولا في اللقاء للشمال، هدفا اولا ياتي بهذا اللقاء. هدف مقابل لا شيء، يرتفع علم نادي الشمال. بعد الكره جاءت من ياسين بامو، ماجد، ماجد محمد، ادوار حاضره ايضا لماجد بجانب عطوان على صعيد خط الوسط. انطلاقة حاول بعد ذلك، تأتي بكرة عكسية وصلت لدى بامو، خطيرة 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 خطيرة. جدو جدو جدو، الثاني 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 الثاني، أمجد عطوان يأتي بالأمان للشمال. الشمال يأتي وفي توقيت مثالي، هذه كرة بامو اصطدت اصطدت في العارضة، شوف بامو لف ودار العارضة، عدد جدو لمين؟ أمجد وين؟ عطوان وضع كرة، شوف الاسيست من جانب جدو وأمجد عطوان. كوبري 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 مرت يا خالد احمد من امجد اطوان، يعطي حسابي الملك القطراوي، يتركها تركها تركها تركها، نعم لخفير، وبعد ذلك الكل ينتظر وكرة تتنفذ. الله، ثلاثة للشمال، ماتياس يبصمه البصمة الثالثة في مرمى الملك القطراوي. نعم ماتياس يضع الثالث ويؤكد أنها ليلة الشمال، يؤكد أنها أمسية الشمال، ويؤكد بأنها ليلة في منتهى الجمال بالنسبة لعناصر الأبيض والأحمر. نعم 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 نعم، حق لهؤلاء العشاق أن يسعدوا. الكرة الآن تأتي، عادت إلى جيسون، جيسون وحده يلعب الكرة الخطيرة. الله، أول أهداف اللقاء لمصلحة يوهان بولي. بولي يسجل، بولي يضع الهدف الأول، وبولي فور ماي بيجو برو. مين البيجو برو؟ مين البيجو برو يا يوهان يا بولي؟ إذا أول الأهداف تأتي ريانية في أول كرة عميقة يلعبها جيسون فارغاس اللاعب التشيلي بتحرك مثالي بقطع داخل منطقة الجزاء، استطاع الرهيب أن يسجل أول الأهداف بهذه الصورة. كانت الحكاية، كانت الحكاية، وسجل الرهيب الرياني أول الأهداف في هذه المواجهة أمام أم صلال. هكذا يسجلون، هكذا يفعلون. مين البيجو برو؟ مين 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 كو مين 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 كوجي؟ مين هذا كوجي؟ أوه 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 أوه، لا 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 لا، الحين ياهو هدف، ياهو هدف سجله سونسي في مرمى، في مرمى الدحيل على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا. هذه الكرة الآن خطيرة، والتعادل، الله، كرة لازالت جول.
نصيب. فأتي بياسين هذا المخيط الذي يسجل التعادل. ياسين، ومن عند ياسين يا بخت ياسين بن مصلال، ويا بخت ام مصلال بياسين المخيط، بياسين المخيط يسجل هدف التعادل بهذه الكرة. الله على تحرك السلام، وكرة حاول فيها رودريغوس الأولى لكن الثانية، لاعب سريع، لاعب مثير، لاعب استطاع أن يسجل هدف التعادل لمصلحة أم صلال، ليست بهدف. الله 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 على ياسين، هذا اللي سحر فيه، هذا الذي يقدم أداء كبيرا جدا ويسجل لدينا بهذه الصورة هدف التعادل. صارت واحد واحد، صارت واحد واحد. مميزة والوصول والاستمرارية في الصدارة وتوسيع الفارق مع مباراة المؤجلة، كرة بمحاولة في غاية الخطورة لتحيله، كما فعل في مباراة القسم الأول، يسجل الأول الآن في القسم الثاني ويتقدم الكوري الجنوبي نامتايه، يسجل أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء يأتي عن طريق الكوري الجنوبي نامتايه الذي يقدم الهدف الأول مبكرا جدا ويتقدم. هذه الكرة العرضية، هذه المحاولة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الثلاثية ما بين اللاعب أولونجا وما بين فرجاني ونام تايه، وبعد ذلك الكوري الجنوبي مباشرة في المرمى يعلن عن أول الأهداف ويسجل أول أهداف اللقاء، يتقدم الآن بهدف هذه الجولة بهدف مقابل لا شيء، وليوسع مبدئيا الصدارة ما بين وما بين العربي إلى 5 نقاط وعند مباراة مؤجلة، أو إلى 4 نقاط مع وجود مباراة مؤجلة، إلا إذا أوهو إلا إذا والعربي يبحث عن الصدارة ولن يسمح للتفريط فيها في مباراة اليوم وفي هذه القمة، وبالتالي يعود وبأقدام حامد إسماعيل يسجل التعديل، بأقدام حامد إسماعيل يسجل التعديل. 1-1 الآن، 1-1. هذه الكرة والمحاولة، شوف العرضية مثالية رائعة جدا، وصلت إلى حامد وانتهت في المرمى، انتهت في المرمى، استلام يا سلام على حامد، وبعد ذلك كرة في داخل شباك الحارس صلاح زكريا تعلن عن هدف التعادل لمصلحة النادي العربي ليعود مرة أخرى الآن 1-1 وبأقدام حامد إسماعيل العربي يسجل عن طريق حامد ويعدل عن طريق حامد. ممكن أن يكون بشكل أفضل لو كان عن طريق أي لاعب آخر من لاعبي خط المقدمة، هكذا هم بعض اللاعبين أدوارهم أبدا مش هجومية. كرة بمحاولة الآن، لا 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 لا، يأتي الرد عن طريق القائد المعز، المعز يسجل ويتقدم ويعطي لتحيل الآن المقدمة والصدارة، الصدارة الصدارة وتوسيع الفارق، يسجل المعز بعد فترة غياب ويعود بالتحيل الآن. هذه الكرة وهذه المحاولة، لحظة التمرير، لحظة التمرير، الكرة نعم جاءت من لاعب النادي العربي لكن المعز كان متسللا لحظة تمرير الكرة الماضية، وبالتالي بانتظار تأكيد تقنية الفيديو لكنه يسجل بعد غياب، يسجل بعد غياب ويزور المرمى ويقدم الآن فريق إلى 4 نقاط في صدارة جدول الترتيب. الاتحيل بالهدف الثاني عن طريق المعز علي، كلا كلا للخسارة كلا، هكذا يردد العربي، وابراهيم في أرضية الميدان وفي الجانب المقابل. الاتحيل من أجل الانطلاقة، من أجل المواصلة، من أجل النهاية، من أجل النهاية، من أجل النهاية. أوه.
مرسوما ما بين أقدام أولونكا ومعلقا عند هذا الرجل، فبكل تأكيد سيأتي الحسم، سيأتي الحسم، سيأتي الحسم. حسمها أولونكا، خلص ميشيل وطار بالصدارة، طار طار بالصدارة، طار أولونكا. هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة وهنا التدخل وبعد ذلك الانطلاقة لمواجهة أبو ندى والهداف أولونكا. أولونكا 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 الثالث بأقدام الهداف والحسم عن طريق هذا الكيني، هذا الرجل الذي يواصل مشوار الصدارة شخصيا ومع الفريق، ويبعد الآن بفارق 4 نقاط ليحسم الأمور في مواجهة أبو ندى والعربي ويعطي لدحيل نقاط المباراة الثلاث بهذا الهدف الذي يحسم. ورد احمد الجمحي تعاملت ناحيه اليمين حلوه قوي، لمسه واحده لمسه واحده لمسه واحده، ولكن على البعيد ترجع له تاني، تدي له فرصه فرصه فرصه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بلعبها معاكم والله، بلعبها معاكم بقالي 15 20 ثانيه، بقول لك العب يمين العب شمال اداء اخر جمال، بقول لك العب بالعرض العب بالطول، اخيرا جبت اول جول. يتقدم الغرافه باول اهداف اللقاء، اصرار ورغبه احمد الجرح. يا ولد يا ولد، ضحك على شجاعي خليل زاده، عدى ومر وفات بسبب الشجاعه والمهارات. اقصى اليمين على طول حلوه لفريد، وهو بالفعل فريد، تعود من تاني وطارت. يتقدم باول اهداف اللقاء لصالح نادي الغرافه، حبوب الشجاعه، حبوب خدوا حبوب الشجاعه فانطلقوا واي انطلاق. لكن خليني اشيد باحمد الجنحي، لان من عند احمد الجنحي كان بوكوفيتش ممتاز، بوكوفيتش ادي الباص الامام يا رشيد، لو بالعرض جول، لو بالعرض جول، قرب 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 وصوب. يا ولد يا ولد يا رشيد يا رشيد يا رشيد، يعود يعود زي الحديث. رشيد احد ابناء النادي الاهلي من عمره 12 13 سنه وهو ما بين جدران العميد، يتقدم ويخترق ويعدي ويفوت ويشوط ويسجل هدف التعادل. روعه روعه روعه. اعتقدت انه هيلعب بالعرض الاول، ولكن كان عنده ثقه في قدراته وزاويه اللعب نفسها على المرمى. تعاملت حلوه قوي قوي، برافو سفيان هاني، تعامل ديلي كتير اكتر من اللازم، سمح له واداله الفرصه للتصويب الحقيقه في اللعبه الاخيره. ليتقدم رشيد والنادي الاهلي بهدف التعادل. بص ناحيه الشمال، لقى الطريق مغلق، قال لك خلاص خد القرار خد القرار وصوب. اللوبيز الاسباني المرخية بعد هذه الكرة الثابتة الحاضرة للوكرة، تلعب داخل المنطقة، الكرة الماضية خطيرة، التصويبة تأتي، هذه خطيرة، بنيطو النوايا، النوايا واضحة للنواخذ منذ البدايات الأولى، منذ البدايات الأولى. يصل الآن الوكرة، يسجل، يتقدم، يهز شباك الكرة الثابتة وبعدة الأولى سليمة تماما، سليمة تماما الكرة الماضية. لا الله، على الهدوء يا بنيطو، على خبرة السنين، على الألفة بينه وبين الشباك، بنيطو لا يخطئ في هكذا مواقف، لا يهدر هكذا كرات. تقدم سريع، تقدم سريع للوكرة في كرة تعود مجددا لمصلحة الوكرة، عمر علي في الطرف الأيمن يقلها عرضية، هذه داخل المنطقة، الله، جاء الثاني، الطوفان من الجنوب سيغرق العنابي في هذه الأمسية. الهدف نعم يأتي، يحتسب للوكرة في اللقطة الماضية أو ماذا؟ يعني أنا أشوف حركة اللاعبين وكأن في قرار في هذه الكرة لما أبعدت، إيش فيها راية ولا ما الذي بالضبط يمنع من احتساب الهدف في اللقطة الأخيرة؟ لا والله هي هدف، نعم هي هدف، لكن ردت فعل لاعبي المرخية بوقوفهم وتوقف احتفالات الوكرة دخلتنا في حيرة معاهم، لكن الهدف الثاني يأتي وجبة اليمنى.
ما قول الكرة أمامية حاضرة، هذه خطيرة. بنيطو محمد، محمد بنيطو، يا الله 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 الله، لعيب وقلناها كثير ما عادت تقدم المزيد، هو يتحدث عن نفسه، تعطيك تبين لك قيمة محمد بنيطو لما يدخل منطقة الجزاء، مدى الرعب على المدافعين. أوه خارج اللعبة يا خالد رضوان، إلى شبابك يا لؤي شريف، إلى ثالث الأهداف لمصلحة الوكرة، صارت 3-0 وخلاص تقريبا تقريبا. تدخل وإبعاد يوسف، يوسف يتقدم عبد الرزاق، يوسف يلعب في الطرف الأيمن إلى محمد بنيطو داخل منطقة بالكعب، يوسف تبعد الرابع، الله جاء الرابع، جاء الرابع، البديل يسجل، الكل سيسجل في هذه الأمسية الزرقاء، أمسية زرقاء وكروية تماما، وكروية تماما، 2 في الأول و2 في الثاني، العدل مطلوب، العدل مطلوب بالنسبة للوكرة اللي يصل إلى رابع الأهداف، رابع الأهداف. الانطلاقة بدأها يوسف، العرضية بنيطو، دربكة كانت حاضرة، تهيأت بعد ذلك يوسف، يا سلام يا سلام، بهدوء بهدوء وسط هذه الزحمة والدربكة يضع الكرة في الشباك، رابع الأهداف للنواخذة، رابع الأهداف لمصلحة الوكرة، بصريح العبارة يعلن عن عودته إلى ذاكرة هدف لنادي السهلية في اللحظات القادمة، ممكن أن نجعل الأمور فيها الكثير والكثير. في الجانب المقابل يسعى السد إلى أن يمنع السهلية من التسجيل، محاولة على مشارف في منطقة الجزاء، وصلت إلى أكرم، الله 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 الله، لأن الزعامة لا تأتي إلا بالعزف الروعة، هدف التقدم في غاية الروعة والجمال، أحد أجمل أهداف الدوري وأحد أجمل جمل الدوري. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة من سانتي إلى أكرم، لا 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 يرسم خيوط منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب، عادت من جديد، وصلت إلى، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، على كرة ما بين سانتي كاسورلا وأكرم عفيف، كرة تأتي، الله 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 الله، جليرمي توريس خارج منطقة الجزاء، شوف الكرة شوف الكرة شوف المحاولة، يا الله يا الله يا الله، وبالقدم اليمنى قوية في مرمى الحارس يمين، ثاني الأهداف الآن لمصلحة الزعيم السداوي جليرمي توريس، كرة لمحاولة الآن تصل إلى اللاعب هاشم علي، يعيد الكرة في الجهة اليسرى إلى أكرم عفيف، عرضية من أكرم داخل منطقة الجزاء، رأسية تهيأت، وصلت الآن، محاولة مستمرة، الثالث 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 الثالث، نعم بكرة أكرم، شوف كرة أكرم، وبعد ذلك تهيأت، وصلت عند علي أسد، وأسد عادها إلى بغداد، وبغداد في المرمى، ثالث الأهداف لمصلحة الزعيم السداوي، هذه المرة عن طريق هدافه بغداد فنجاح، 3 أهداف تفصل الرابع، محاولة أمامية ملعوبة طالت الكرة الماضية، لكن يعيدها مرة أخرى أحمد محمد إلى أرضية الميدان، لا زالت مستمرة وقائمة، الكرة على مشارف في منطقة الجزاء، خطيرة لمصلحة نادي السد، وتسديدة من أجل الثالث، نعم الرابع يأتي الآن، الرابع عن طريق البديل أحمد بدر سيار، تسديدة جاءت عن طريق اللاعب اللي هو سانتي كازورلا أو مصعب خضر، لم يكن